السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم جميعا. أضحك وأتعجب وأستغرب دائما من المناوشات بين الموظفين في الشركات، حرب باردة، وبين الموظفين كل واحد يحفر حفرة للآخر، يسقط الآخر ويرفع تقرير على الآخر ويشتكي على الآخر، حروب وصراعات بين الموظفين في الشركات، لا أدري لماذا. ما دخلت شركة من الشركات يعني أفعل لهم استشارات إلا ووجد أن أحد أسباب فشل الشركة هو الصراعات بين الموظفين، يتحاربون بينهم حروب خرافية وأفكار ما شاء الله سبحان الله، أحيانا تصل لمرحلة أقول كيف فكر بها الموظف من أجل أن يسقط أو أن يحطم موظف آخر. شبابنا تذكروا أن أحد أسباب فشل الشركات هو الصراعات وعدم الانسجام بين الموظفين في الشركات، والسبب الأسوأ والأكبر عندما أجد أن المدير هو أحد أسباب المشاكل هذه. يعني المدير يفرح عندما يرى مناوشات بين الموظفين، يقول في نفسه فرق تسد، خلوهم متفرقين وهكذا، وكل واحد يأتي ويشتكي إليه ويشعر أنه سبحان الله في مرحلة أو في مكان كبير أو في مكان عظيم، عندما يأتي الناس ويشتكون إليه، شوف فلان وانظر إلى فلان وهكذا. أخي الكريم، هؤلاء سيحطمون شركتك، سيدمروها، فالله المستعان. رسالة لك أخي الموظف، أنت الآن تعمل في بيزنس في شركة لشخص آخر، لا تقتل نفسك في هذه الشركة، اعمل عملك بإتقان 100% وسلمه، واجعل عملك هو الذي يتحدث عنك، لا يهمك فلان ولا علان، فكر فقط في عملك وكيف تنجزه 100%، وعملك سوف يخبر الناس وسيثبت للناس كامل أنك أنت تحقق وتفعل شيء عظيم. مهما حاربوك ومهما أرسلوا رسائل سلبية إلى الإدارة عنك، فعملك هو الذي يتحدث عنك. هذه رسالتي، حفظكم الله والسلام عليكم.